ومحمد إبراهيمي استهدافه ليس صدفة، فهو ينتمي إلى ولاية أو محافظة سيدي بوزيد هذا أولا، وثانيا هو ينتمي إلى الجبهة الشعبية، كان ينتمي إلى الجبهة الشعبية من خلال حركة الشعب، وحتى لما انسحب منها كون تيارا آخر اسمه التيار الشعبي مع بعض المستقلين معه من حركة الشعب. هو من الوجوه القومية المعروفة في تونس، وهو كان أمين عام حركة الشعب القومية التي تجمع جملة من التيارات القومية خاصة الوحدوية الناصرية،